بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم زميلكم محمود النوتي من قسم الهندسه المدنيه دفعه 2014، يعني باعتبار سنه ثالثه، وانا متابع لفريق شيش، واللي هو انا متابع لشيش 14. المهم احنا مادتنا اليوم اللي انا راح اشرحها حاليا اللي هي الفيزياء 2. الفيزياء 2 ماده مش صعبه، ابدا مش صعبه، بسيطه وسهله وافكارها منيحه، تفهموا علي ان شاء الله. المادة راح تتقسم لمواضيع، ممكن الموضوع يكون موضوع صغير حسب طوله راح نشرحه، او يمكن يكون تشابتر كامل لانه في تشابترز قدام صغيره في كبير، حسب الوضع راح نقسم الامور، راح تكون توصلكم بافضل وسيله بافضل جوده ان شاء الله. اول تشابتر راح نبلش فيه اللي هو الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد اللي هو المجال الكهربائي. اول شيء راح اعرفكم على خصائص الشحنه الكهربائيه باعتبار انه هي اللي بتعمل المجال الكهربائي. ثاني شيء بين كل شحنة وشحنة في راح يكون قوة تنافر وتجاذب باعتماد على الخصائص اللي راح احكيك فيها. كمان هسه الشحنة بتأثر على الشحنة الثانية بمجال كهربائي ضمن المسافة اللي بيناتهم، راح نشرحها كمان. في كمان راح ندخل على الموضوع هذا انه الفورس القوة اللي بين الشحنة والشحنة راح تعمل ايش؟ راح تعمل سرعة لها، راح تحركها بسرعة متباعدة او متسارعة كمان. يعني راح يكون في موضوع اسمه موشن اوف تشارج بارتكلز. تمام. بعديها راح يكون في عنا احنا كنا هون عم نحكي عن بوينت شارج اللي هي شحنه لحالها شحنه صغيره. راح نحكي لقدام شوي عن شحنه مركزه على طول معين اشكال معينه وشو بتاثر على شو بتاثر بمجال كهربائي معين. اول شيء راح نبلش فيه اللي هو الخصائص. خصائص الشحنة النقطية. هسا الشحنة النقطية في إلها خاصيتين اللي راح نتعامل فيهم. أول شيء إنه الشحنة راح تكون مكممة، يعني راح تكون بكمية إيش؟ كمية انتجار عدد صحي، مضروب عدد صحي. هي راح تكون كوانتسايد. يعني إنه حتكون الشحنة شو تساوي؟ عدد صحيح مضروب في الشحنة. حاليا انه اي هي رمز للشحنة اللي هي مقدارها 1.6 10 وناقص 19 كولن، والان بعبر عن عدد صحيح اللي هو انتج. تمام، هاي الخاصية الأولى حكينا انه تعبر عن عدد صحيح. الخاصية الثانية شو هي؟ طبعا اخذناها من مدارس زمان اللي هي انه تكون نيجاتيف سالبة وممكن تكون بوزيتيف موجب. عشان هيك بين النيجاتيف والبوزيتيف راح يكون في قوة تجاذب أو تنافر. يعني راح نكتب ملخص للخاصية هاي أو للموضوع هذا اللي هو إنه الشحنة شو بتساوي؟ شحنة موجبة حتكون أو سالبة وعدد صحيح لكمية معينة اللي هي شحنة الإلكترون. مثلا رح ناخذ مثال بسيط. اذا حكى لك what is the charge of trillion of a trillion proton. اول شيء التريليون هو عباره عن 10 قوة 12، والبروتون يعبر عن البوزيتيف تشارج. نكتب القانون اللي هو كيو تساوي بوزيتيف لانها بروتون عدد صحيح في قيمة الالكترون وتساوي حكى لنا العدد الصحيح اللي هون هو لتريليون 10 قوة 12 بوزيتيف 10 قوة 12 مضروبة قيمة الالكترون اللي هي 1.6 10 قوة 19 راح تعطينا قيمة بالكولن. تمام؟ تمام، هاي أول موضوع. طبعا ما تخافوا إنه بمسح الشرح لأنه هذا كله موجود راح يكون أما بي دي إف يا بكون نازل على الجروب لأنه راح يكون موجود بلينك تحت الفيديو. الموضوع الثاني راح يكون الإلكتريك
فورس. تعبير الالكتريك فورس انه هو شو القوه المتبادله بين شحنه وشحنه. الشحنه Q1 سميها، والشحنه الثانيه Q2. راح يفصل بيناتهم مسافه، هاي المسافه راح تكون مؤثره ايضا على ايش؟ على القوه اللي بيناتهم. طبعا الاشاره راح تتعوض لانه الفورس هي ايش؟ فيكتور بالطلاقه. نعطيكم قانون هسا، الفورس بين متبادل بين شحن واحد واثنين تساوي ثابت مضروب في الشحنة الأولى الشحنة الثانية على مربع المسافة بيناتهم اللي حنسميه R1 2. خلينا نسميها N1 هي اللي بتأثر على 2. Q1 2 في مربع المسافة وفي الاتجاه أيضا. هاي ما تخاف منها، حسب السؤال راح أشرح لك شيء، هي تعبر عن الاتجاه القوة. نشرحها مثال. هذا القانون هو اسمه كولوم، قانون كولوم، اللي هو كيف يعني سنعطيك مثال عليه. اسمه كولوم مثلا، اعطيناكم مثال صغير بدون ارقام بس عشان نطبق القانون وتفهم كيف تطبق. حكى لك مثلا انه what is the force between Q1 يكون معطيك قيمة، طبعا راح يكون فيها اشارة، خلينا نفرض انه احنا هون موجب Q2 اللي هو حيكون مثلا إشارة ثانية، أنا أعتبرها برضه موجب مش مشكلة. بين Q1 و2 بحكي لك تفصل بيناتهم separated by the distance. صح، خلينا نعبر عنها برمز R اللي هي between on. نرسم الرسمة، أو نرسم رسمة تصغيرية توضيحية مشان نعرف كيف راح نطبق على القانون. عندنا هي Q1 وعندنا على بعد R Q2 فاصل بيناتهم R اللي هي ايش؟ المسافة. بس حكينا انه Q1 وجدك Q2 وجدك، احنا بدنا القوة بيناتهم، فهون ما طلب اتجاه. في حال طلب اتجاه راح احكي لك هاي مثلا الشحنة الأولى Q1 شو بتأثر القوة على Q2؟ بس نحكيها. أول إشي إنه شو هي القوة بين 1 و2؟ القوة المتبادلة هي كقيمة بده إياها، فهون حتكون إيش؟ حتكون ماجنتيود كإشارة. فحتكون كإيش؟ كإشارة. كقيمة. كمقدار. فبما انه طالب بالسؤال كمقدار اللي هي فورس بتوين تو تشارج، حتكون فورس 1 2 تساوي ك ثابت Q1 Q2 على مربع المسافة بين 1 و 2 ثابت. هاي هي كمقدار القوة بين الشحنتين. في حال حكى لك هاي هون فرع صغير، في حال حكى لك بده الفورس، فورس Q1 على Q2 حيختلف الوضع، راح يطبق القانون انه زي ما هو كل ما راح يختلف، حيكون الفورس بين 1 و2 ك فيكتور يساوي ثابت Q1 في Q2 على المسافة R1 والاتجاه اللي حكيت لكم عنه هون راح يتعبر عنه هون تنقل القيمة. مثلا هون Q1 بتأثر على Q2، بس Q1 هي بنعتبرها هي ثابتة و Q2 هي المتحركة، Q1 ثابتة و2 هي المتحركة، ف Q2 راح تتحرك بهذا الاتجاه لأنه بين بوزيتيف وبوزيتيف في ايش؟
في تنافر. تتحرك هذا الاتجاه، احنا نعرف انه هذا الاتجاه مرموز له باي هار اللي هو باتجاه بوزيتيف اكس، بوزيتيف اكس اكسس، بوزيتيف اكس اكسس. فبنحط هنا بنعوض مكان الاتجاه، بنعوض اللي طلعناه من بين الشحنتين اللي هو حيكون بلس باي هار لانه باتجاه المضي. تمام، هاي هيك بتتبع عن الالكتريك فورس اللي حتكون ضمن قانون كولومبسون. بس القانون هسه الموضوع الجديد راح نحكي فيه اللي هو ايش؟ الالكتريك فيلد. أسلوب اللي تفهموه اللي تحفظ القانون وطبقوا عليه منيح بحيث تكونوا فاهمين شو مؤثر شو متأثر، لأنه هاي أنتوا أغلب الطلاب بينعدي فيها. راح نبلش بالموضوع الصغير بالفيزياء هون اللي هو راح يحكي عن قانون نيوتن. قانون نيوتن كان يحكي عن فورس أوف جرافيتي اللي دخل فيها الثروة الجاذبية أو مجال الجاذبية الأرضية بنقدر نحكي هون عشان توضيح للحكي اللي راح أحكي. هسا فورس أوف جرافيتي قوة الجاذبية بتأثر على ماس، والماس هاي هي ايش؟ مضروبة في مجال الجاذبية الأرضية. احنا اللي عملنا اللي راح نوضحه بالموضوع حال اللي هو كيف احنا راح نخلي الفورس اوف جرافيتي بتصير هي نفسها الالكتريك فورس، وكيف الماس هاي حتكون هي نفسها التشارج اللي راح تتأثر، والجي اللي هي مجال الجاذبية الأرضية هو راح يكون ايش؟ مجال الكهربائي. جي كان هي حتكون الالكتريك فيلد اللي راح نرمز بالرمز في فيكتور، والاف اوف جرافيتي حتكون هي نفس الاف الكتريك. طبعا هاي حرف لي هون انه اف الكتريك عشان تميزوا بين هاي وهاي، ولا من هلا لاخر الماده ما مش راح يعني مش راح يكون ضروري نحط الجي. والماس هي الماس المتاثره بالالكتريك فيلد، ممكن نسميها احنا هون ايش؟ كيو. كيو هي الشارج المتأثرة من شارج ثاني. تمام، هسا راح نظبط شكل القانون عشان نعطيك القانون النهائي. راح يكون احنا وصلنا لأف الكتريك كفيكتور، طبعا الالكتريك فيلد هو فيكتور كمان. يساوي الالكتريك يساوي الالكتريك فيلد في الشارج المتأثرة. احنا بدنا الالكتريك فيلد يساوي فورس الالكتريك على كيو، ويساوي فورس الالكتريك قبل شرح الجاذبية لانه هو نفسه كيو، كيو 1 كيو 2، او خلينا نسمي هاي اي كيو كابيتال على ار مربع على كيو في الاتجاه R. هسا احنا شو راح نعمل؟ راح ارسم لكم اياها برسمه صغيره واحكي لكم كيف التطبيق عليها راح يكون. هسا احنا هون في عندنا بوينت راح نحط عندها الكيو اللي تاثر بالمجال الكهربائي في بينها وبين التشارج الثانيه اللي حتاثر عليها بالمجال الكهربائي مسافه رمزناها بالرمز R. تمام، هسا القانون راح يصفي اخر شيء يساوي كيو ماي كيو معنى كيو ك في كيو على المسافه اللي بتصل بيناتهم ترتيب في الاتجاه اللي راح احكي كيف راح اعبر عنه زي ما عبرنا عن الفورس الكتريك فورس قبل شوي. هسا راح اعطيكم الموضوع هذا اللي هو الالكتريك فورس والالكتريك فيلد عن طريق مثال او مثال.
الإنسان اللي بيحكي إنه بالشكل اللي راح أقسم فيه ما شوي فهمت كده؟ يعني نحسب the net electric force on the charge Q1 أقسم فيه اسمه Q حكينا بده كالكوليت نت إلكتريك فورس اون تشارج اون تشارج كيو هسا السؤال حكينا طالب زي ما هو بالشكل اللي بناه بدنا يعني نحسب القوة المحصلة على تشارج Q1 احنا هون رح نرسم رسمة صغيرة بتعبر عن تشارج Q1 وشو الفورسز اللي رح تجيها من Q3 Q2 يعني اللي رح تتأثر فيها عندنا Q1 هون شحنة 3 موجبة شحنة 2 موجبة وشحنة 1 سالبة هسا شحنة Q1 حنثبتها و Q3 هي رح تأثر على هذه الفورس كيف حتأثر هاي على هذه الفورس نثبت هاي ونشوف هاي لأي جهة رح تتحرك رح تتحرك ال Q1 تجاذب بينها من قدر مع بوزدر رح يكون في تجاذب فرح تتحرك في الاتجاه ال Q3 راح يكون هذا الحكي بميل ثلاثة أربعة هاي حكينا فورس ثري اللي بتأثر فيها على هسا بين Q2 و Q1 نفس الطريقة راح نستنتج في آخر إشي إنه الشارج هاي راح تتحرك باتجاه Q2 حاليا رح نعوض القيم ونعوض المسافات مشان نوجد المحصلة بين القوتين رح نحسب أول شيء فورس 2 1 كي لو حيكون حكينا احنا الثابت ثابت كي يساوي 9 في 10 قوة 9 حكينا بين 2 1 معناته رح نضرب Q1 ب Q2 Q1 رح تكون قيمتها 2 10 قوة ناقص 6 لأنها مايكا مضروبة ب Q2 هي 5 10 قوة ناقص 6 مقسومة على المربع المسافة بينهم اللي هي 3 في 10 قوة ناقص واحد ونقص اثنين سنتي ها انا سنتي ناقص تمام تغيير حكينا قيمة الثابت كده ها وراح نحط احنا الاتجاه اللي حتتحرك فيه الشحنة حيكون ماينس واي طبعا احنا ما راح نعوض قيمة الشحنة للفورس لأنه الشحنة هي عبارة عن اتجاه والاتجاه عبرنا عنه من خلال رسمة فعم نحط آخر شيء قيمة بتاعت الاتجاه آخر شيء هسا في عنا ايش؟ في عنا الفورس 3 اللي بتأثر فيها عالم طبعا هون القوتين اكتشفنا يعني حسب الحرب أن القوتين قوتين تجاذب 3 1 يساوي K مضروب بالشحنة الأولى اللي قيمتها 2 في 10 قوة ناقص 6
مايكرو. في مقدار الشحنة رقم 3 اللي هي 3 مايكرو، 3 في 10 وناقص 6 ربع المسافة بيناتهم، لأنه هيك أنا باعتبار أنه قائم الزاوية 3 4 راح تكون المسافة بينهم 5 خاصة قاعدة في ذا فورس، راح تكون عن 5 في 10 وناقص 2 ثابت. هسا هاي الاتجاه راح يكون فيه مركبته، فنحن مفطور قيمة هاي كمقدار، مفطورها كمقدار، بعدين بنحللها لاتجاه مركبة سينية مركبة صادية، يعني حتكون هاي مركبة هاي انها هون تقريبا كان مايل بزاوية 4 3 5 مركب تايم اكس حتكون هي الجريد عليها، اللي حتكون مركبتها حتكون الجريد عليها، حتكون القيمة اللي هون اف 1 مضروبة 3 على 5 هي لأنها كوساين الزاوية هاي، حيكون 3 على 5 اللي هو مجاور على البطار. مركبتها الصادية حتكون اف 3 في 4 على 5 اللي هي ساين الزاوية، هاي حيكون اتجاه جي هات، هاي الاتجاه راح يكون ماينس اي هات، تجمع الجمع جبري اي جمع فيكتور ثاني ونطور القيمة النهائية على شكل ان الفورس المحصلة ريسلتانت تساوي مقدار باتجاه الاي هات، طبعا هي هون بما انه الاثنين محصلتهم باتجاه الماينس اي هات فحتكون في اتجاه الماينس اي هات زائد مقدار في البوزيتيف جي. هذا مثال على ايش؟ على الالكتريك فورس. هسه في مثال ثاني لايش؟ للالكتريك فيلد. Says at accepting placed at x axis at x يساوي 3 وضحته بالرسمة اعتبره هو هون هيك ال y axis اعتبر هاي اللي هون هيك هي ال x axis. الشرط الثاني حكى placed on y axis at y يساوي 4 هذا موجود عندنا الأعلام هم موجود لأنه لينير. أعطانا القيم q1
هون سهل شوي ها هون شو نطلع هسه رح نكتب القانون ونطبق عليه الالكتريك فيلد. طالب هو الالكتريك فيلد ات بوينت بي. هسه بوينت بي هون هي اللي حتتاثر بالمجال الكهربائي. وكيو 1 وكيو 2 هم الشحنتين المؤثرات على هاي النقطة. نحن رح نفرض فرض انه هون في شحنة صغيرة جدا سموها ايش؟ كيو، كيو صغيرة. بوزيتيف اشارتها هي هاي هون موجودة عند النقطة بي لحتى نحدد الاتجاه بالمجال الكهربائي ونحدد قيمته. تساوي حكينا احنا هاي كيو، كيو هاي اللي هون المؤثرة محسومة على مربع المسافة في الثابت كي في الاتجاه اللي راح نحدده زي ما بنحدد الالكتريك فورس في اتجاه الالكتريك فورس. نرسم رسم صغيرة زي ما عملنا قبل شوي. هي عندنا نقطة بي. كيف أو شو المجال الكهربائي تبع كيو 1 اللي راح يأثر عليها؟ احنا فرضناها انها بوزيتيف وبوزيتيف فراح يكون في تنافر، راح يكون الاتجاه تنافر عنها. حيكون هاي المجال الكهربائي الناتج من كيو 1. هسا المجال الكهربائي الناتج من كيو 2. هون احنا فرضناها مخبرية موجبة فراح يكون في بينها وبينها تجارب. فراح تنجذب هاي الشحنة مخبرية صغيرة لتحت. راح نسميها الكتريك فيلد 2. طبعا راح نبلش اليوم بالبداية ونعوض القانون. E1 يساوي Q1 على المسافة هي Q1 والنقطة دي اللي حتكون احنا 3 4 خاصة كذا باص 5 5 تربيع وقيمة Q1 نعوضها قيمة Q1 اللي هي 65 نانو في 10 قوة ناقص 9 بنزلها لتحت إيوان شوفي نعوض الثلاثة قيمة إيوان 9 في 10 قوة 9 مضروبة في مقدار الشحنة اللي بتأثر اللي هي 65 في 10 قوة ناقص 9 المسافة بيناتهم اللي هي 35 مربع في الاتجاه تبع إيوان. إيوان هنا راح تتحلل المركبتين سينين وصادية حسب المعلومات حتكون هون إيوان هنا كمقدار وهنا نعوض الاتجاه زي ما حكينا قبل شوي بالالكتريك فورس مثل قبل شوي حتكون في هنا 3 4 5 هي حتكون ضرب 3 على 5 هي المركبة السينية حتكون باتجاه ماينس اي هات هنا حتكون الكتريك فورس 1 الكتريك انرجي 1 فيلد 1 في 4 على 5 حتكون باتجاه الجهات القصوى. وعندنا الـ E2 باتجاه النيجاتيف للواي. بنحسب حاليا الالكتريك فيلد 2 تعويض بالقانون 9 في 10 قوة 9 في مقدار الشحنة 2 اللي حتكون 80 نانو كولوم 10 قوة ناقص 9 على المسافة بيناتهم اللي هي حتكون 4 تربيع. هاي هي القيم. آخر إشي راح نكتبها كمحصلة حتكون الإلكتريك فيلد الريزلتانت تساوي هنا احنا ما عندنا غير
بركب وحدة على السينات فحتكون هي نفس السبب اي 1 في 3 على 5 باتجاه ماينس اي هات. بعدين في عنا المركب الثانية الالكتر فيلد 1 حيكون باتجاه البوزيتيف جاي المجمع اي 1 على 5 بي جي بوزيتيف. بعدها طلع لنا ال اي 2 باتجاه النيجاتيف وراح يكون زائد اي 2 باتجاه النيجاتيف جي. هيك احنا بنكون خلصنا الالكتريك فورس وخلصنا الالكتريك فيلد.